ونأمل أن تسهم هذه القمة في تحفيز تحرك حاسم من المجتمع الدولي لإيجاد حل ينهي هذه الأزمة ويسمح بالخروج من نفق المعاناة ويفسح المجال لحوار جاد حول مستقبل القضية الفلسطينية وبحث سبل دعم المجتمع الدولي لسلام عادل ودائم في المنطقة يحقق الأمن والازدهار للجميع. ستستمر المملكة في مساعيها مع كافة الشركاء للوصول إلى هذه الغاية، لكن الأولوية القصوى بالنسبة لنا هي الوقف الفوري للتصعيد العسكري لحقن الدماء وإغاثة المتضررين بما يهيئ الظروف الملائمة للعمل نحو السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.